مع كل صورة تشوفها عينك تمر في خيالك 1000 صورة تشوف فيها كل معاني البطولة، الحب والأمل أن القادم أفضل. احنا في غرفة العمليات كلنا متفائلين أن الموضوع بينقضي قريب، واحنا جدا فخورين احنا قاعدين نقدم ذي الشيء للمملكة وشعبها، وإن شاء الله بإذن الله أن عما قريب ينتهي في الموضوع كله. طبعا نفس ما تعرف البحرين قالي علينا وسوت لنا شيء الكثير، واليوم يدور اللي نحاول نرد لها ولو شيء بسيط من اللي سوته لنا. إذا أنا قدمت من وقتي وقدمت من خبرتي حق مملكتي الغالية وحق الشعب البحرين وحق أهلي، هذا يعتبر ولا شيء من الأشياء اللي أنا البحرين قدمتها لنا. الإنسان الوطني شيء داخله وطنية يتمنى روحه في أي مكان جدهم. والله فخور جدا، فخور جدا أني أكون أنا من ضمن هذا الفريق، وإن شاء الله مستمرين لآخر يوم في هذه الجائحة. يعني تفتخر أنك تساعد بيرتك في هالوقت المحتاجة فيه لك، كله بيكون لك ذكريات، تتذكر أنك ساعدت وطنك، ساعدت خدمته، يعني حتى عيالك يشوفونه عقب أحفادك وهاي كله. يعني أنا فريق السواب تيم، عندي الفريقية الصبح انشل معانا عينات طبعا بالمئات. شنو التجهيز مالك؟ تجهيز بيكون كبير. وايد يأثر، وايد يأثر، ما تتخيلون لأي درجة. فعلا فعلا ارتفاع الحالات ونزول الحالات يأثر على فريق العمل بصورة جدا مباشرة. اللي أحب فعلا أذكره جدا فخورة بالمتطوعين. يعني هو طبعا ما بستغرب على شباب البحرين، بس صراحة التطوع اللي صار في الكورونا نفتخر فيه بطريقة مو طبيعية. أتذكر موقف كنت مخلص منوبة، طبعا منوباتنا 12 ساعة، تميت 12 ساعة، باقي ساعة على دوامي الساعة 7 في الليل، جانا اتصال ب 700 مريض، فما صرت هد الشفت وتمشي، قعدنا باشرنا فيهم ليل يوم الثاني. تخيل كل مريض تاخذ منه هستري، تشوف عينته في السيستم واحد واحد. قمنا بتطهير اماكن كثيره يعني في مملكه البحرين، منها مطار البحرين الدولي، مستشفيات، معاهد ومدارس، مساجد، دوائر حكوميه. شكر الناس لك، تشكرك على مجهودك اللي انت قاعد تسويه كدفاع مدني. اكيد هالجهد كله يعني واللي قاعد نبذله للامانه يعني البحرين تستاهله، وفي النهايه كلمه حلوه من مريض تنسينا كل التعب. ابطالنا ابناء الوطن العاملين في الصفوف الاماميه، تقديرا وعرفانا لجهودكم الوطنيه تم تخصيص مقاعد مدرجات سباق الفورمولا 1 لكم ولاسرتكم الصغيره، وبنظل دائما ممتنين لكل جهودكم وعطائكم. فرحتكم اليوم هي فرحة وطن.